ودلوقتي جه ميعادنا مع فقره السوشيال لاب اللي بيحتفل بعرض فيلمه الجديد السرب اللي حقق ايرادات اكتر من 22 مليون جنيه من وقت عرضه في السينمات. وبيشاركوا في البطوله شريف منير، محمد ممدوح، صبا مبارك، نيلي كريم ومجموعه كبيره من النجوم، والفيلم من اخراج احمد جلال. شعب مصر العظيم، ايها الشعب الابي الكريم، ان مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالاسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتله. سياده الرئيس اصدر الامر بعمليه نوعيه لقصف مواقع داعش في ديرنا في ليبيا. لا اله الا الله يا رجاله. زي ما هتروحوا كلكم هترجعوا ان شاء الله كلكم. اسمك؟ المصري، علي المصري. تفتكر احنا عايزينك في ايه يا علي؟ وده جه بعد نجاح مسلسله العتاولة اللي اتعرض في رمضان 2024. نبدأ من الانستجرام. بيتابع أحمد السقا 6,400,000 متابع، وهو بيتابع حوالي 326 أكاونت، منهم المخرج بيتر ميمي، محمد هنيدي، هند صبري، ومن نجوم الكرة محمود تريزيجي، حازم إمام، واللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو. أحمد السقا نشر أكتر من 500 صورة وفيديو على الانستجرام، أغلبهم صور من بروفات لأعماله ومشاهد لأفلامه وصور مع عائلته وأصدقائه طبعا من الوسط الفني. وطبعا آخر مجموعة صور كانت عن شخصيته في مسلسل العتاولة، وكمان بوسترز من فيلم السر. من المعروف عن أحمد السقا حبه الشديد للخيل والفروسية، وظهر السقا في أكتر من عمل بحصانه الأبيض زي فيلم هروب اضطراري، فهو ناشر أكتر من 30 صورة وفيديو مع حصانه اللي دايما بيكتب على صورته صديقي. لقينا كمان أنه ناشر أكتر من 20 صورة مع والده صلاح السقا. طبعا أحمد السقا بتجمعه صداقة مع نجوم الوسط الفني زي محمد هنيدي، أحمد حلمي، أمير كرارة، وأكيد عارفين هزارهم مع بعض على السوشيال ميديا وخفة دمهم. نروح للفيسبوك، وبيتابع أحمد السقا 20 مليون متابع، وبكده نكون حللنا أكاونتس أحمد السقا على السوشيال ميديا.